ما شاهدنا أثناء العرض يعبر عن حماس الشباب واندفاعهم وشجاعتهم وهم يتدربون على كافة أنواع القتال القريب وفك وتركيب وهم يؤكدون باستمرار وقوفهم خلف الجيش العربي السوري وهم الرديف الأساسي لقواتنا المسلحة. نتمنى لهم التوفيق دائما ولنا تجارب مع شبيبة الثورة في الثمانينات من القرن الماضي عندما واجهوا عصابة الإخوان المسلمين العميلة وكان لهم بطولات مختلفة ومتنوعة في مجالات أخرى في هذا المجال. المنظمة أعادت مخيمات العمل الشبابية التطوعية اللي شاهدتم اليوم هذا العمل بفرع دمشق وأكيد موجود بكل محافظات فروع الشبيبة على مستوى القطر، وبالتالي الشباب كان عندهم رغبة شديدة بأنه ينفذ هذا المعسكر. كانت المعسكرات هاي تنفذ بشكل إلزامي لرفيقنا الشبيبي. هلا احنا العام الماضي والسنة أقمنا هاي المخيمات بشكل تطوعي وشوف في إقبال كثير من شباب المنظمة باتجاه هاي المخيمات الشبابية، طبعا بالتنسيق والتعاون دائما مع وزارة التربية ومديريات التربية في المحافظات.